السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحمة ربنا بينا إنه ادانا فرصة تقريبا لمدة 10 سنين قبل الدخول في مرحلة ما قبل السكري. 10 سنين وجسمك بينبهك إنك أنت في مرحلة مقاومة الأنسولين، وهي المرحلة اللي بتنتهي غالبا بالإصابة بمرض من أكتر الأمراض المزمنة اللي بنكتشفها عن طريق الصدفة، وهو مرض السكر من النوع الثاني. علشان كده في الفيديو ده هنعرف مع بعض أهم 10 علامات على دخولنا في مرحلة مقاومة الأنسولين، وفي نهاية الفيديو هنعرف 3 خطوات نقدر بسهولة نخرج من مرحلة مقاومة الأنسولين لو التزمنا بيهم. تابعني بعد الفاصل، أنا محمود جمال وأنت بتشوف برنامج وقاية. أهلا بيكم مرة تانية، وقبل ما نبدأ أحب أشكر كل الناس اللي بتدعمنا سواء بلايك أو بتعليق مشجع أو حتى بدعوة حلوة، شكرا ليكم من كل قلب. ولو انت اول مره بتشوفني ياريت تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديوهات التوعيه اللي بنقدمها اول باول باذن الله. ونبدا حلقتنا النهارده باول واهم علامه على دخول الشخص في مرحله مقاومه الانسولين، وهو زياده محيط الخصر او الوسط عن 94 سنتي بالنسبه للرجال وعن 80 سنتي بالنسبه للسيدات. اما العلامه الثانيه من علامات مقاومه الانسولين وهي زياده نسبه الدهون الثلاثيه الضاره عن 150، وده بيكون بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، فبيبدأ الكبد ان هو يحاول يتخلص من النسبة الزايدة دي عن طريق تحويلها الى دهون، واللي بالتالي بيؤدي للعلامة الثالثة من علامات مقاومة الانسولين وهو الكبد الدهني. اما العلامة الرابعة من علامات مقاومة الانسولين وهو ارتفاع ضغط الدم عن المعدل الطبيعي فوق 140/90، واللي بيكون ناتج عن ترسب الدهون الثلاثية في الشرايين. اما العلامة الخامسة وهي زيادة الوزن بسبب زيادة نسبة الدهون في الجسم. العلامة السادسة من علامات مقاومة الأنسولين وهي ظهور الكرش بسبب زيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن والجنبين والأرداف. أما العلامة السابعة والمميزة لمرحلة مقاومة الأنسولين وهي ظهور بقع داكنة في منطقة خلف الرقبة ومنطقة الإبط ومنطقة العانة، ودي من أكثر العلامات المميزة لدخول الشخص في مرحلة مقاومة الأنسولين. العلامة الثامنة وهي تكيس المبايض عند السيدات. العلامة التاسعة من علامات مقاومة الأنسولين وهي عدم التركيز والتشتت. أما العلامة العاشرة والأخيرة وهي الرغبة دايما في النوم بعد الأكل. وجود علامتين من العلامات دي مع أول علامة وهي زيادة محيط الخصر بيؤكد دخول الشخص في مرحلة مقاومة الأنسولين، لكن بسهولة بالتزامنا ب3 خطوات نقدر نتخطى المرحلة دي بسلام إن شاء الله. الخطوة الأولى هي اتباع نظام غذائي صحي قليل السعرات، والابتعاد عن الأكل اللي بيحتوي على نسبة سكريات ونشويات عالية، وتقليل نسبة الدهون الضارة في الأكل. واعتمادنا الأساسي يكون على الخضار والفاكهة وشرب كميات مية كافية يومية. اما الخطوه الثانيه وهي تقليل الوزن، وده لان كل كيلو بتخسره من وزنك بيقلل من فرص اصابتك بمرض السكر من النوع الثاني بنسبه 11%. اما الخطوه الثالثه والاهم والاخيره وهي ممارسه الرياضه بشكل منتظم، وده لان ممارسه الرياضه بشكل روتيني لمده 5 ايام في الاسبوع على الاقل لمده نص ساعه يوميا بيقلل من فرص اصابتنا بمرض السكر من النوع الثاني بنسبه من 5-7%. تابعني في الفيديو الجاي هنتكلم اكتر عن كل الاكلات المضره والمفيده لمريض السكر ومرحله ما قبل السكري. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.